الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، أهلا بكم في برنامج آدم وحواء. الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم على التقدير، التقدير بين الأزواج. الحقيقة دايما بتسأل سؤال غريب شوية، يا ترى مين فينا ما بيقدرش التاني، الراجل ولا الست؟ الحقيقة دايما لما بتسأل السؤال ده بعرف ان في خلل غير عادي في العلاقة ما بين الطرفين. من هنا عايزين نسأل نفسنا، ليه الأسرة المصرية والعربية أصبحت ضعيفة؟ ليه الأسرة المصرية والعربية أصبحت مريضة؟ أصبحت عليلة؟ أصبحت هشة؟ ليه إحنا وصلنا لهذا النوع، لهذه الحالة من عدم التقدير؟ ليه بطلنا نقدر بعض؟ ليه بطلنا نحترم بعض؟ ليه كل واحد فينا مش عايز يتحمل مسؤولية الجزء بتاعنا؟ كل واحد وليه دور. ليه كل واحد بيتكاسل في القيام بالدور بتاعه؟ يا ترى ليه دايما بنلاقي بعد هذه المنظومة الهشة في العلاقة الأسرية بنلاقي كمان ان احنا مش عايزين نقوم، مش عايزين نصلح، لا، بنلاقي عدم تقدير، عدم احترام، عدم اهتمام، عدم انصات، حتى مش عايزين نتكلم مع بعض. احد الاصدقاء بيقول لي كان في مشكلة مع بنت اختي، والدها متوفي والمشكلة وصلت خلاص لانفصال. قعدت عشان احل الموضوع، قعدت من الساعة 8 للساعة 3 قاعد بلف وبدور في حلقة فاضية، اني الاقي مشكلة امسكها مش لاقي، اني احاول الاقي حد فيهم غلطان في حاجة عشان احاول اصلح مش لاقي. وبعد هذا الكم من الكلام والنقاش والحوار، هما الاتنين قاموا سمنا على العسل وزي الفل مع بعض. ليه؟ عشان توفر لهم الجو بتاع النقاش، الكلام، الفضفضة، فكل واحد طلع اللي جواه وخلص الموضوع. عشان كده بنقول ان احنا وصلنا لحالة من عدم الاهتمام، عدم الانصات، عدم التقدير، عدم الاحترام. 90% من مشاكلنا ان احنا مش لاقيين حد نتكلم معاه، مش لاقيين حد نتكلم معاه، مش لاقيين حد يهتم بينا، مش لاقيين حد يحترمنا، مش لاقيين حد يقدرنا. الراجل والست كل واحد وليه دور. ليه كل الأطراف ما بتقدرش تعب الطرف الآخر؟ أساس أي بيت، أساس أي بيت عشان نتكلم ونبقى احنا عارفين احنا بنتكلم على ايه.
أساس كل بيت المسؤولية، الرحمة، الاهتمام. المسؤولية، الرحمة، الاهتمام. المسؤولية يعني أنا مسؤول عن البيت، أنا كراجل مسؤول عن البيت في الإنفاق المادي. هي دي بس مسؤوليتي؟ لا، لكن أنا مسؤول مسؤولية مباشرة إن أنا إزاي أقدر أوفر وقت لأهل بيتي، وقت نقعد نتكلم مع بعض، نقعد نضحك مع بعض، نسمع بعض، نناقش مشاكلنا مع بعض مهما كانت هذه المشاكل كبيرة أو صغيرة. تخصيص وقت للأسرة من مسؤوليتي. الزوجة عليها مسؤولية، عليها مسؤولية ملقى على عاتقها، مسؤوليات كتيرة جدا، البيت والولاد والتربية. هي الراعي للأسرة، هي الحصن الحصين للأسرة، هي الأمان، هي العمود، هي الوتد. كلنا علينا مسؤولية تجاه بيوتنا، كلنا علينا دور تجاه أسرنا، كلنا علينا مسؤولية تجاه ولادنا. لو أحسننا تحملنا لهذه المسؤولية سوف تستقيم الأمور. تاني نقطة والأساس لأي بيت، الرحمة. لازم يبقى عندنا رحمة ببعض. الرحمة ليها أساليب كتيرة يا ريت نستوعبها. التغافل، التنازل، ليه بنتصيد لبعض الأخطاء؟ ليه ما عندناش هذا الكم من التغافل؟ ليه قاعدين بنترصد لبعض؟ تقديم التنازل هو عيب؟ إن أنا بقدم بعض التنازلات. الرحمة، النقطة الثالثة والأساس الثالث لأي بيت، المشاركة. المشاركة في كل حاجة. ليه احنا بنشارك بعض في فرحنا بس، وفي غضبنا وانفعالنا وزعلنا احنا مش عايزين نتكلم مع بعض، مش عايزين نشارك؟ ليه ما نشيلش مع بعض؟ الرجل زي ما المرأة عليها أعباء، الرجل برضو عليه أعباء. الرجل في عمله بيلاقي ضغوط كتير، الضغوط دي ساعات بتخرجه عن شعوره. ليه احنا ما بنقدرش التعب ده، الضغوطات دي؟ ليه طرفي العلاقة بيبقى عندهم مشكلة في التقدير واحترام المجهود اللي احنا بنعمله؟ من هنا لازم نقول، هل يقدر الرجل تضحيات الزوجة في المنزل؟ هل الست بتقدر احباطات واخفاقات بيتعرض ليها الرجل نتيجة المجهود والضغط اللي بيقابله في شغله، اللي هي ساعات بتدخله في محن ومشاكل؟ ونخلي بالنا الراجل ده هو حائط الصد الأول لينا. هل الست بتقدر تدعم الرجل نفسيا في ظل هذه الظروف والملابسات؟ هل الرجل بيدعم
او بيدعم المرأة نفسيا نتيجة المجهود اللي بتعمله طول اليوم من 60 وظيفة بتعملها من شغل وتربية وبيت ومعيشة وأسرة وكيان، كل ده بتحافظ عليه عشان تحافظ على هذا النشء الصغير، عشان تحافظ على هذا الكيان الأسري. ليه بطلنا نحترم ونقدر بعض؟ كل واحد فينا ليه دور في الحفاظ على الكيان الأسري. راح فين تقديرنا لبعض؟ اللي هو نابع من تربيتنا، اللي هو نابع من أخلاقنا، اللي هو نابع من ديننا، اللي بيوصينا على هذا الكيان وكيفية الحفاظ على هذا الكيان. معنا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. أم أحمد إزاي حضرتك؟ الله يسلمك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. ربنا يخليك. اتفضلي يا فندم. عايز أسألك في حاجة. اتفضلي يا فندم أنا سامعك. أنا مشكلتي مع جوزي غير أي مشكلة تانية، الحمد لله هو مش مؤثر في أي حاجة، بس في حاجات، بس بعض الحاجات هي اللي بتضايق منها، إن أنا لازم أقول له صلي، أنت لازم تعمل لي وقت إن إحنا نقعد فيه مع بعض. بيصحى من النوم يروح شغله، بيرجع يقعد على الكافيتيريا، يرجع. طبعا احنا بننام بدري عشان نقوم نصلي الفجر وكده، ف يعني بيجي لي الساعة 10 بالليل، يا دوب نقعد ساعة وننام. انا بقول له الساعة دي ما تكفينيش، انت لازم تقعد معايا. ده يقول لي انت عايزانا اداني قاعد معاكي طول الوقت. فده خلافاتنا، حاجات كتير يعني مش عارفة اقول لك عليها ازاي. يعني اقول له عايزين نخرج مع بعض، يقول لي انا ما بحبكيش تخرجي، ما اعرفش ايه، بس هو بيجيب لي كل حاجة انا عايزاها، وحنان عليا قوي لدرجة ان هو نساني امي وابويا اصلا. حتى لما باجي اتخانق معاه انا عصبية جدا، بيسيبني اتخانق وازعق واعمل كل حاجة انا عايزاها، وبعد كده يجي يقول لي على فكرة انت بنتي، هتيجي كمان 2 وهنصالة. فده بيضايقني اكتر. يعني طب ليه ما تعملي وقت؟ ليه بتضايقني؟ طيب ما دام انت عارف ان احنا الاثنين بنحب بعض، بتضايقني ليه؟ يعني طب ما اقول لك عايزه اخرج، ويعني نخرج، انا ما احبش اقعد في اماكن، مثلا هنقعد في العربيه مكنه نلف شويه كده بس، لكن ما بحبش الف، انا واحده منتقبه وفي حالي قوي، ما بخرجش من البيت. طب ما تعمل لي وقت، ما دام انا بنتك اعمل لي وقت، اقعد معايا، اضحك، هزر معايا، وخصوصا احنا لسه ما خلفناش. فدوت يعني بكون يعني بتضايق منه اكتر، ببقى هادي قوي وانا متعصبه. يعني يجي يقول لي حقك عليا ما تزعليش، على فكره انت بنتي، خلاص العيال الصغيره ما نعرفش ايه، ما ينفعش ان احنا نتكلم معاه. فده عايزه، بص انا عايزه حل للعصبيه بتاعتي، عايزه امسك نفسي بس في العصبيه مش اكتر. حضرتك متزوجه بقالك كام سنه يا فندم؟ يعني متجوزين بقالنا كده 2 3 ولسه الحمد لله ما ربنا مكرمناش بالخلف. تمام يا فندم، تمام. 2. طيب الفرق العمري بينكو كام يا فندم؟ بتقول ايه؟ الفرق العمري، يعني فرق العمري بينكو كام سنة؟ مش كتير، حوالي 4 سنين 5 كده، 4 سنين ونص. تمام يا فندم، تمام. طيب فترة الخطوبة كانت قد ايه يا فندم؟ 4 شهور. 4 شهور؟ 7 شهور. بس كان مكتوب كتابنا يعني من فترة الخطوبة يعني. تمام. ماشي يا ام احمد، انا هرد على حضرتك. ماشي. معنا اتصال تاني. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، سعيد باتصالك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا يعني معايا يعني زوجي واخواتي، ما مش بقدر اي تعب انا بعمله معايا، يعني انا يدي فيده في البيت على طول على طول، لكن مش بقدر اي تعب، ولا حتى لما يبقى في مشاكل ولا كده على طول مشاكل في البيت. تمام، يعني مشكلة حضرتك يا أم محمد في عدم التقدير. على طول يا دكتور، حتى أنا معايا ابن متوفي من جمعة 50 يوم وكده، يعني مش عامل احترام مثلا للابن اللي توفى وكده، وبعين المشاكل شغالة شغالة على طول. ماشي يا أم محمد. أنا هرد على حضرتك. حاضر حاضر. طيب. الحقيقة أرد بس على أم أحمد في الأول. طبعا أنا لسه كنت بقول دلوقتي حالا دلوقتي إن إحنا المسؤولية ليست في الإنفاق المادي، ولكن المسؤولية في إن أنا إزاي بخصص أو إن أنا مسؤول
انا كشخص ان انا بخصص وقت لاسرتي ودي من مسؤوليتي وده من الاسس اللي انا ببني عليها اي بيت او اي علاقه زوجيه سليمه، ان انا ابقى عندي المسؤوليه وزي ما انا قلت عندي الرحمه وزي ما انا قلت عندي المشاركه، المسؤوليه الوقت المخصص للاسره. طبعا في حاله ام احمد طبعا المفروض ان الوقت ده يبقى ازيد شويه، الوقت المخصص من قبل الزوج، واحنا دايما حتى بنناشد الازواج يا جماعه دايما نخلي فيه وقت كل يوم ونحدد وقت معين نقعد فيه مع الاطراف الاخرى. طبعا المشكله دي احنا بنحس بيها طبعا، حاسين بيها بالفعل نظرا لعدم وجود اولاد، يعني نظرا لعدم وجود اولاد فانا فعلا بحس الموضوع ده وبلمسه، بلمسه بطريقه احنا يعني مش متخيله. لكن انا لو عندي اولاد نوعا ما الموضوع ده ما بس مش معنى كده ان اللي بيحصل ده هو صح، لا اللي بيحصل ده غلط، لان انا لازم بخصص كل يوم كل يوم وقت للاسره، وقت للاسره، والوقت ده لازم انا ببدي وقت الاسره عن اي حاجه تانيه. فيا جماعه ارجوكوا ارجوكوا احترام الطرف الاخر، تقدير الطرف الاخر، ان في وقت يبقى مخصص للاسره، وقت للحوار، وقت للنقاش، وقت للمشاركه في اي حاجه في اي حاجه. يعني الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بشوش ضحوك، كان رفيق باهل بيته، رفيق باهل بيته، ليه احنا ما بنقلدش سيدنا النبي في حاجه زي كده؟ رفقا رفقا بنسائنا لازم نهتم بيهم شويه. بالنسبه لام محمد طبعا هي بتعاني من للاسف عدم التقدير. والحقيقه عدم التقدير هنا في كل حاجه، حتى عدم مراعاه او 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 حرمه الحدث اللي بيحصل. والحقيقه ده برضو انا بقدر اسميه او اقدر اقول ان ده حدث جلل. يعني يا جماعه لازم نحترم بعض ونقدر بعض. يعني في عدم تقدير حتى لحادث زي كده بيمر في حياتنا. نخلي بالنا يا جماعه، يعني انا عايز ارد على الموضوع ده في نقاط واضحه الحقيقه لكل الناس ولكل الناس اللي بتشوفني دلوقتي، وخصوصا وخصوصا الناس اللي عندها خلل في عمليه التقدير. الخلل في عمليه التقدير بيؤدي الى انهيار متسارع لكل العلاقات اللي موجوده. الانهيار ده بيخلي لو في رصيد عندنا الرصيد ده بيخلص، والرصيد لو خلص ما تلومش الا نفسك، ما تجيش بعد كده تقول اصل انا بيتي اتخرب ليه، ما تجيش بعد كده لما احب اصلح او احب اتكلم مع الطرف التاني تقول الطرف التاني ما عندهوش اي بادرة ان هو او اي امل ان هو ينصلح او نرجع لبعض تاني. ليه؟ عشان الرصيد خلص، وانا اللي بنهي على العلاقة بايديا نتيجة عدم تقديري وعدم احترامي لمشاعر الطرف الاخر، لاهتمامات الطرف الاخر، الاحداث اللي مرت علينا واحنا شركة فيها، واحنا شركة فيها. تقديرك واحترامك للطرف التاني معنى كده مدى قناعتك بيه. تقديرك واحترامك للطرف التاني سواء الراجل او سواء الست هي تقديرك لكل حاجة هي بتعملها. تقديرك واحترامك للطرف التاني ده بتدل على تربية كريمة وان انت من اصل طيب. تقديرك واحترامك للطرف التاني ده بيدل ان انت في اخلاق، عندك سنة اخلاق بنحافظ عليها. لو انا ما بقدرش يبقى انا لا عندي قناعة بالطرف التاني، انا للاسف التربيه بتاعتي فيها خلل، بالتالي الاخلاق بتاعتي فيها مشكله،
بالتالي انا ما عنديش تقدير لاي حاجه. من هنا لما انا بطالب حتى ان انا احكم على شخص بعد كل اللي بنقوله، هو المفروض ان انا احكم عليه بايه؟ التقدير والاحترام للطرف الاخر هو تقدير واحترام لديننا، والوصايا، والوصايا اللي احنا توصينا بيها، اللي احنا توصينا بيها على اسرتنا وعلى النشأ بتاعنا، اللي احنا بنحط فيه بعض الاسس والمبادئ، لان هي دي النواة بتاعتنا. وللأسف عشان يبقى عندنا تقدير، عشان يبقى عندنا تقدير لازم يبقى عندنا شيء من الحكمة، شيء من الحكمة في التعاملات. ازاي نتعامل مع بعض بحكمة؟ لو اتعاملنا مع بعض بحكمة هنحس بالتقدير بيننا وبين بعض. اكبر عطاء الهي الحكمة، الحكمة في تصرفاتنا، الحكمة في تعاملاتنا. وعلى فكرة الحكمة مش ان انا امتنع عن ايذاء الطرف الاخر، الحكمة هو ان انا اتحمل الاذى، وازاي ان انا باصلح من الطرف الاخر عشان ما يكررش نفس الغلط تاني. لان احنا كلنا بني ادمين مش ملايكة، وحياتنا وارد فيها المشاكل، لكن اهمالي للمشاكل وعدم اهتمامي وعدم احترامي وعدم تقديري وعدم انصاتي، كل ده اللي بيكبر المشاكل. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. ام روان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم، انا سامع حضرتك. بس دكتور، هو دلوقتي في مشاكل بينه وبين جوزي. اتفضلي يا فندم، انا سامعك. في مشاكل بينه وبين جوزي، وبعدين دلوقتي كل ما مثلا اكلمه، كل ما يتكلم يسال على العيال وكده ومش عارف ايه، وما بيكلمنيش، يكلمني يقفل معايا على طول. ودلوقتي يعني اجي اكلمه اقول لي تحرم عليا وكده، فانا مش عارفه. هو مسافر يا فندم يعني؟ هو في اجازه، بيروح يعني شغله وكده، بيقعد 20 يوم و10 هنا وكده. تمام يا فندم، تمام. وبعدين بيقعد يقول لي مثلا بسمعه بيتكلم في التليفون ياما وكده ومش عارفه، فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب يا فندم، هل هو مقصر ماليا؟ لا. تمام يا فندم. طب هل هو العشر ايام اللي بيجيهم هو بيبقى مقصر مع حضرتك في اي حاجه؟ لا، هو مش مقصر في طلبات البيت ولا حاجه، هو ولا في مع العيال كويس وكده، لكن انا اللي اكلمه ما يتكلمش معايا ولا كده. تمام يا فندم. طب في العشر ايام اللي بيجي يقعد بيهم فيهم يا فندم مع حضرتك، هل هو مقصر في اي حاجه؟ يعني طبعا المعاشره الزوجيه وكده، ويقول لي تحرم عليا وكده، فانا مش يعني العشر ايام دول ما بيبقاش فيه اي معاشره خالص؟ لا. تمام يا فندم، تمام. ماشي يا فندم، انا هرد على حضرتك. شكرا، شكرا. طيب الحقيقه يعني والله حاله زي كده، يعني الواحد الحقيقه يعني مش عارف الحقيقه يعني يقول ايه في حالات زي كده. طبعا احنا بنحترم كل الاراء، وطبعا في حالات زي كده احنا ما بنحبش نتكلم او نحكم غير لما بنسمع الطرف الاخر. بس انا دايما لما بتكلم بفترض طبعا ان الرواية دي، بفترض ان هي الرواية نوعا ما بحاول اعالجها من كل الجوانب، وبفترض ان انا سمعت من الطرف الاخر. الراجل اللي بيسعى لعمله وسايب زوجته واولاده امانه في ايد زوجته،
وبيغيب عن البيت، والزوجة بتحافظ على النفس وبتحافظ على المال وبتحافظ على البيت وبتحافظ على الأولاد وبتربي وبتحافظ على العرض وبتحافظ على كل حاجة. لما باجي برجع بعد غياب 20 يوم، اي نعم انا مش مقصر، لكن انا عندي قصور في بعض الجوانب. هل الزوجة المحترمة اللي هي شايلة بيتي وبتحافظ عليا وبتربي عيالي، هل تستاهل مني ان انا اجي اقول لها كده؟ طبعا انا محتاج اسمع للطرف الاخر هو ليه بيقول كده، بس مهما كان طالما هي الواجبات بتاعتها هي بتقوم بيها، وعلى انا ما بتوقع ان هي بتقوم بكل واجباتها على اكمل وجه، حتى لو في قصور في احد الجوانب، انا هنا بيبقى عليا دور ان انا ازاي بقوم لو في قصور. مش ان انا هي بتعمل كل الواجبات اللي عليها وفي نفس الوقت انا ما بقدرهاش احساسنا يا جماعة وان انا بعمل كل الادوار اللي عليا وان ده واجب عليا وان ده التزام عليا وديني بيحتم عليا ان انا اقوم بالدور ده، وفي نفس الوقت بلاقي الطرف التاني في حاجة من حالة من حالات عدم التقدير ولو في المعاشرة فقط لا غير، نخلي بالنا ان ساعات العلاقة الخاصة القصور فيها بيؤدي لمشاكل غير عادية. عشان كده لازم واغلبنا دايما بيبقى متحرج ان هو يتكلم في النقطة دي، لكن دايما بنقول لما بيبقى في قصور الحقيقة ده بيعمل خلل غير عادي في العلاقة ما بين الطرفين. طيب لما بلاقي احد الاطراف ان هو مصمم ان هو يعالج ومصمم ان هو يقرب وان هو يحل المشاكل دي، والطرف التاني بيقول اكتر او اكتر حاجة انت تحرمي عليها، ليه احنا بنقول كده وليه احنا بنوصل لهذه الحالة؟ ماشي، ليه هذه يا جماعة؟ زوجتك امانة، والتقرب الى الله يعني التخلق بكمالاته، يعني الله رفيق يحب الرفيق، رفقا بنسائنا ارجوكم، مش عايزين نخرب بيوتنا بايدينا يا جماعه سن التقدير، يا جماعه سن اهتمام، يا اخوانا سن احترام، كل واحد فينا لازم يقدر الطرف الاخر. يا جماعة التقدير والاحترام هو فن وموهبة، حتى لو ما عنديش لازم اتعلمها، لازم اتحلى بيها. الكلمة الطيبة تقدير، الابتسامة، ان انا ادخل بيتي وفي وشي كده ابتسامة مهما كانت الضغوط اللي عليا، ده تقدير للدور اللي بيقوم بيه الطرف الاخر جوه البيت. عشان نحيا حياة مستقرة لازم احسس الطرف اللي قصادي ان انا مهتم، ان انا مهتم وبحترم الدور اللي هو بيعمله، يا جماعة احنا عندنا بنات، زوجة محترمة فاضلة بتقول لي والله يا دكتور انا سبت بيت اهلي وعز اهلي وحاربت الدنيا عشانه، وبعد ما وفرت له العيشة الكريمة في المكان اللي هو قال عليه شهر واثنين وثلاثة واتقلب 180 درجة، لم القى منه الا سوء المعاملة، ولو فرحني يوم قصادها 30 يوم اهانة بكل حاجة، جميع انواع الاهانات، عدم تقدير لأي حاجة أنا بعملها، مشكلتي الوحيدة إن أنا بحبه. لما أشوفه نايم كده والله العظيم هذا كلامها، لما أشوفه نايم كده أقعد أتفرج عليه وهو نايم، مش قادر أخد منه الحنية
انا والله بقول كلامها نصا نصا، يعني حاجة بتخلي الواحد يعيط من كتر القهر على حالة عدم التقدير اللي بتبقى عند بعض الناس. بتقول انا مش لاقي منه الحنية وهو صاحي، بتخيل ان هو حنين عليا وهو نايم، فبقعد اتأمله اتأمله، بقعد اتفرج عليه وهو نايم من كتر ما انا بحبه. وراضية وراضية، ايه الشعور؟ ايه هو الشعور اللي عند الطرف ده؟ وازاي في حد عنده طرف من الاطراف بيتعامل معاه هذه المعاملة، وانا لا عندي احترام ولا عندي تقدير ولا بحسسه حتى بسنة اهتمام؟ قلبنا راح فين؟ مش احنا قلنا المسؤولية والرحمة والاهتمام؟ هل هذا الشخص يتميز بأبسط أنواع الرحمة؟ يا أخي لو أنت عندك بنت ترضى حد يعملها كده؟ لو عندك أخت ترضى حد يعملها كده؟ حاجة في منتهى الغرابة. أرجع وأقول تاني ثلاث حاجات نكسب بيهم قلب اللي قدامنا، لعل وعسى يبقى عندنا رحمة وتقدير ببعض. طيب قبل ما نقول معانا اتصال، السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم أم محمد. احنا معانا الاتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أم أحمد معايا. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا فندم. اتفضلي يا فندم، أنا سامع حضرتك. حضرتك ممكن توطي التلفزيون؟ السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم، أنا سامعك. والله أنا اسمي أم أحمد ومدوخ بنتي والله، ولا بيديها ولا تعريفه. اتفضلي يا فندم، انا سامعك. الو الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم، انا سامع حضرتك. حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضلي. طيب ماشي. انا طبعا يعني من اللي الواحد بيسمعه ان في زوج مقصر، ان في زوج مقصر تجاه الاسره، حتى المصروف هو ما بيصرفش خلاص، يعني هو ما بيصرفش للاسف. للاسف يعني هذه الحاله اللي موجوده عندنا، طبعا احنا اغلب المشاكل للاسف احنا دايما المشاكل اللي بتجيلنا اغلبها دايما احنا بنسمعها من السيدات، يعني دايما الست هي للاسف هي اللي بيقع عليها الظلم، اللي بيقع عليها الظلم للاسف. طيب الحمد لله احنا جالنا اتصال اهو من الاستاذ هشام. استاذ هشام معانا، الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هشام ازاي حضرتك؟ يكرمك يا معلم باشا. سعيد باتصالك يا فندم، اهلا بيك. حضرتك لما الزوجه ان هي تعترض على الحياه الزوجيه، تمام يا فندم، لما هي تعترض على الحياه الزوجيه وتسيب البيت وتمشي وتمتنع عن الحياه الزوجيه وتترك البيت في فتره لا تتجاوز ايام معدوده. طب حضرتك وطي التلفزيون بس يا فندم بعد اذنك. اتفضل يا فندم. بقولك طيب ايه اللي وصل الحاله دي للوضع ده يا فندم؟ والله شيء غريب جدا، المعامله كانت كويسه وادب واحترام، وفتره بسيطه تركت البيت ومشي. حضرتك متزوج بقالك قد ايه يا فندم؟ ما يكملش شهرين. ما يكملش شهرين. هي فندم سابت البيت ومشيت كده بدون اي اسباب؟ يا دوبك حملت ومشيت.
مفيش مفيش حضرتك ما سالتهاش يا فندم؟ والله عملنا الدنيا كلها بعتناها لها مفيش فايده. طب الرد اللي بيجي لحضرتك ايه يا فندم؟ انا كده مبسوطه وخلاص هكمل حياتي على كده. ما انا بقول لحضرتك انا هكمل حياتي على كده خلاص، انا مش كنت عايز هي دي الحياه انتهت على كده. تمام يا فندم. طيب يا فندم شكرا. الحقيقه طبعا حاله زي حاله الاستاذ هشام الحقيقه لازم نقول للناس ان البيت والعلاقه الاسريه ده حرم امن، ده حرم امن. الحرم الامن ده لازم بنعززه بتربيتنا وباخلاقنا، بنعززه بتربيتنا وباخلاقنا. الحقيقه المشكله دي هي مشكله قد تبدو غريبه، والحقيقه انا لازم اتكلم مع، للاسف انا ببقى محتاج ان انا اتكلم مع الطرف التاني عشان اعرف ايه هي الاسباب، ولكن مبدئيا اي حد يا جماعه بيتخلى عن البيت، بيتخلى عن الاسره، بيتخلى عن الطرف التاني، نخلي بالنا ان الموضوع ده موضوع وقتي، بعد كده انا مش هقدر. يعني مفيش حاجة اسمها انا كده انا هبقى مبسوط كده، كل واحد في حاله، انا بعد كده مش هقدر. انا محتاج الزوج، انا محتاج السند، انا محتاج حد يعني على تربية الولاد. مفيش حاجة اسمها كده خالص يا جماعة. الحياة الزوجية والحياة الاسرية هي مشاركة، ونخلي بالنا ان احنا هنتحاسب قدام ربنا ان احنا ما بنربيش ولادنا في بيئة امنة. البيئة الامنة يعني طرفي العلاقة موجودين، طرفي العلاقة موجودين، النشأ الصغير ده احنا هنتحاسب عليه، وبعد كده هنحتاج الطرف التاني للتقويم وللتربية وللمساعدة ولتحمل المسؤولية. مفيش حاجة اسمها الحياة منفردا، او ان انا هنفصل بابني او ببنتي، ومفيش حاجة اسمها اسرة، مفيش حاجة اسمها اسرة يا جماعة. الاسرة هي السكن، هي المودة، هي الرحمة، هي علاقة تكاملية ما بين طرفي العلاقة. فنخلي بالنا ان ده هو خطأ. لازم نعرف الاسباب قبل ما نقول مين اللي غلطان، قبل ما نقول مين هو اللي عمل هذا الاثم او مسؤول عن هذا الخطأ. فلازم بنسمع الطرفين، لان هنا برضو الجزء ده ناقص. ثلاث اسباب مهمين عشان علاقة سوية ما بين الطرفين. اول حاجة السند، اول حاجة السند، السند، لان الطرف او كل طرف بيدور على الطرف الاخر، وان احنا ازاي نبقى بنكمل بعض. تاني نقطة الاهتمام، تاني نقطة الاهتمام، الاهتمام يعني كلا الطرفين محتاج ان الطرف التاني يسمعه، ينصت، ينصت. لو انا ما لقيتش حد يسمعني، طب ما انا هدور على ودن تانية تسمعني، وبعد كده نتهم بعض مين اللي بيطلع اسرار البيت. الاحترام، ان احنا لازم نحترم بعض، نحترم الذات، نحترم العقل، نحترم التصرفات، حتى لو كانت التصرفات هايفة وغير مسؤولة نحترمها، وبعد كده نقوم، نحترمها وبعد كده نقوم. انا عايز اوجه رسالة الحقيقة لكل ابن، عايز اوجه رسالة لكل ابن، يا نشأ يا صغير يا ابن، انت الدرع اللي الاهل انفقوا عليك ايام ما هم كانوا اقوياء عشان يواجهوا بيك ايام ضعفهم، فخليك انت السند. اللهم وفقنا لكل ما هو خير،
في حق نسائنا، واحفظ الحب بيننا وبينهم، واصلح ما أفسدناه بقسوة قلوبنا. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.